دايما بقول ان مفيش اي مشكلة او اي حاجة بتحصل في الدنيا الا لما يكون ليها سبب، وانا بعتذر بقى لاصدقائنا اللي بيبعتوا لي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وبيقولوا انت ما بتردش عليا. انا يعني ممكن اشوف العينات من نوعية الاسئلة اللي بتجيني ايه واعمل حلقات زي حلقة النهاردة وحلقة امس واول واول واول، فما تقولوش ان انا مثلا مش عايز ارد او بتجاهل او بطنش، لا انا بفهم الدماغ عايزة ايه، وبدل ما ارد يعني على كل واحد خاص كده بيني وبينه، لا ممكن نعمل حلقة بشكل عام يستفيد منها الجميع. في اخطاء بسيطة ممكن ما تاخديش بالك منها تخلي اللي انت معجبة بيه او اللي انت مرتبطة بيه او جوزك حتى او خطيبك او ايا كان يشوفك ضعيفة سهلة، وممكن للأسف مع اني ما بحبش التعبير ده ولكن خلينا نكون واقعيين ونجيب من الاخر رخيصة، ممكن لو انت ما خدتش بالك من الاشياء والاخطاء البسيطة دي. هنبتدي سريعا مش هطول عليكم والحلقة عامة مش طويلة، ولكن خلوني ارحب بيكم وادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك عشان اشعاراتنا تفضل توصل له، ويا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، وملناش اي صفحة على الفيسبوك غير محمد ابو زيد اي حد تاني نصاب، وتعالوا بينا نبتدي بالخطأ الشائع الاول. اول حاجة العطاء بشكل مفرط. في بعض الناس تقول ده انت يا ما قلت، وانا معترف ان انا قلت ان الحب عطاء ما عنديش مشكلة، بس في توضيحات، ما هو انت مش عايزك او مش عايزك تاخد المعنى مجرد كده من غير يعني ما تبص نظرة بعيدة شوية للكلام اللي احنا بنقوله. في بعض الناس بتدي عطاء متواصل ومندفع وسريع دون فواصل، من غير ما تستنى تشوف، من غير ما تدي فرصة للي هي مرتبطة بيه ان هو كمان يبادلها العطاء ده، من غير ما تديله فرصة ان هو يشتاق للعطاء ده، وده اكبر غلط بتقع فيه. لازم العملية تكون بعقل شوية. وانا قلت قبل كده جملة مهمة قوي والكلام بيجيب بعضه وهقولها، من لم يذق طعم الحرمان لم يعرف معنى العطاء. الشخص، وخلينا كده ممكن نقول كمان مثال دارج، امتى تحس ان حد وحشك قوي؟ لما ما تبقاش عارف تشوفه، تبقاش عارف تتكلم معاه. امتى تحس ان الحاجة دي انت مشتاق ليها قوي وعرفت قيمتها قوي؟ لما تتمنع عنك، لما تحس ان انت مش عارف تلمسها، مش عارف توصل لها. وقلنا امثال كتير، قلنا المرغوب ممنوع، وقلنا البعيد بيبقى دايما يعني او مش الحاجة اللي احنا مش طايلينها دايما عايزين نوصل لها. قلنا حاجات كتير تندرج تحت الكلام اللي احنا بنقوله ده او نفس المعنى تقريبا. اقدر اقول او اطلب منك ان انت لازم تديله فرصة هو كمان، مفيش مشكلة هديك عطاء واخد منك انت كمان، هدوقك شوية حرمان على شوية عطاء، وهي الحياة لازم تمشي كده، ما ينفعش تمشي على وتيرة واحدة او من جانب واحد اسمها علاقة او شراكة. بمعنى كلمة علاقة يعني شراكة، احنا الاتنين يعني شركاء مع بعض، الادوار متقاسمة بيننا. الخطأ التاني تقديم الكثير من التنازلات دون وجه حق. انا بقول دايما ممكن الاتنين اللي هما مرتبطين لو بيحبوا بعض ممكن في بعض المواقف انا اتنازل مرة وانت تتنازل مرة عشان الدنيا تمشي، ومنطقي وعقلاني جدا في اي علاقة. ولكن ان اصبح الموضوع ان طرف واحد هو اللي بيتنازل، وعلى فكرة النصايح دي ممكن تمشي كمان للرجل او المرأة يعني على حد السواء، إذا أصبح هو طرف واحد بس اللي بيتنازل دائما، اتعود التاني على كده، اتعود الطرف التاني على كده، فيغلط الخطأ ويستنى منك رد الفعل اللي هو متعود عليه اللي هو التنازل. ويعني اللي بيعتاد على شيء بيبقى صعب، صعب جدا تغييره، ودي النقطة اللي ما بناخدش بالنا، لأن في كتير ممكن من المرتبطين والبنات خصيصا تقول لك عشان بحبه وعشان الراجل وعشان احافظ عليها تنازل مرة اتنين تلاتة 10. خدي فوق دماغك بعد كده، سوري في اللفظ، احنا بنقدم نصيحة في حلقة النهاردة. هتنازل مرة، ولكن في المقابل انت هتعمل ايه؟ هتقدر؟ هتفهم حاجة زي كده؟ ما لقيتوش بيقدر اعمل ستوب بقى، اعمل ستوب
في الموضوع ده بقى، ما هو لازم يكون في عقلانية. مفيش حاجة اسمها في الحب كده ونمشي ومفيش فرق وانا اتنازل عدم. يا جماعة لا، مش في كل حاجة، مش في كل حاجة. ما هو انت تمشي بالمنطق ده، تمشي بالمنطق ده لو اللي معاك بيقدر وشايف وفاكر وعارف المجهود اللي انت بتعمله عشان تحافظ على العلاقة. اما لو مش في دماغه ومفيش اي حاجة منه من ناحيته يعني، يبقى انت غلطان قوي لو انت بتتعامل معاه بالمنطق ده. رجاء رجاء لو شايف الحلقة دي مفيدة ندوس لايك، توصل لبقية اصدقائنا اللي ممكن يكون عندهم اسئلة كتيرة قوي الحلقة دي ممكن تجاوب عليها. تعالوا ناخدوا الخطأ التالت. تالت خطأ، بعدك عن اصدقائك، سواء بقى بالغيرة او سواء عنده حب امتلاك. ما تسمحيش من البداية الحاجة زي دي انها تحصل، وغالبا هيخشلك من المدخلين دول، يا اما بغير عليك وحاسس ان هم واخدينك مني، يا اما بحجة ان هو يعني بيبقى شخص من النوعيات اللي عندها حب امتلاك، عايز انا وبس، وعنده جنون بالعظمة وعنده جنون بالإحساس بنفسه زيادة عن اللزوم، وعايز يحس ان هو محور حياتك الأول والأخير. وده غلط ينتج عنه في النهاية ان انت اصبحتي منعزلة، منعزلة في دايرة لوحدك كده، هو محورها، هو لوحده اللي بيدور حواليها ومفيش حد تاني بيدور حواليك. ما ينفعش، ما تسمحيش من البداية بحاجة زي كده أبدا، أيا كان نوعية العلاقة بينكم، ليكي أصدقاء، ليكي ناس، ليكي الصديق ليه دور، والحبيب بيكون ليه دور، وأنا ليا ذكريات مع أصحابي دول، وفي منهم زمايلي، وفي منهم اتربيت معاهم، وفي منهم عشرة، وفي ما ينفعش ياخدني من كل دول ويبعدني عنهم ويخليني شخصية منعزلة في النهاية. رابع خطأ، إن أنا أبدي أو أقدم أحلامه على أحلامي. ما ينفعش ان انا اساعد الطرف اللي معايا على تحقيق احلامه واتناسى تماما او اجل قوي احلامي اللي كنت بحلم بيها، سواء دراسية او مادية او اجتماعية او ايا كان. ما ينفع، هو ايه المشكلة؟ حقق وانا حقق، ازقك وانت كمان تزقني، ادفعك وانت تدفعني، نساعد بعض، احنا بنكمل بعض، مش واحد فينا بيزق التاني وخلاص، لا احنا الاتنين بنكمل بعض. حقق احلامك وساعدك وقف معاك قلبا وقالبا، وانت نفس الكلام وانت نفس القصة، احنا الاتنين مفيش حد المفروض يكون اناني في العلاقة. الانانية هي سبب فشل كتير جدا من العلاقات. اتمنى في حلقة النهاردة دي اكون نورتكم لحاجات ممكن تكونوا مش واخدين بالكم منها، او عاملين نفسكم ما انتوش واخدين بالكم منها، او شايفينها ان هي ما تأثرش اوي في العلاقة، وهي دي السوسة اللي بتخرم كده وبتنخور في العلاقة وبتخليها هشة مع مرور الايام. اكتبوا لي اراكم في الحلقة دي، بكون سعيد جدا بيها. اي حد تاني على الفيسبوك نصاب غير محمد ابو زيد، ملناش غير صفحة واحدة، يا ريت تعملوا له بلوك عشان الناس دي كلها استغلاليه. ابعتوا لي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، واشتركوا في قناتنا التانية، كل ده متثبت في اول تعليق وصف الفيديو، وهرد عليكم عاجلا ام اجلا، يا اما هرد عليك على الخاص يا اما حلقات زي دي، وتابعنا اول باول، والى اللقاء.